مرحبا ابو حميد. اهلين استاذ عروه، يا هلا. كالعاده. ايه معيوني. بدي معنا قداحه اذا بتريد. بدك اياها بتضوي ولا عادي؟ لا والله اذا بتضوي احسن. ليك يا استاذ شوف. مرحبا. اهلين وسهلين اختي. لو سمحت بدي بعيرة سدعة بالرقم. ايه تكرمي، بس دقيقة واحدة بس. ايه. وانا كمان بدي وحدات ابو حميد اذا بتريد. ليش استاذ انت موبايلك مو خاص؟ مو الي. ممكن اتغلظ عليك بسؤال؟ انت لا بتتغلظي ولا بتستأذني. شكرا كثير، بس هو سؤال كثير صغير. تفضل. من شوي وصلني رصيد كثير كبير للموبايل، فيا ترى ليش سكتتي؟ هلا متمنيه انه هذا الرصيد يكون من حدا برتاح له، وخايفه يكون. هلا انا ما بعرف مين الشخص اللي بترتاحي له، بس اذا على الرصيد فهي انا اللي خايف لك. ايه طمنتني، الله يطمن بالك. ان شاء الله على طول مطمنه. تسلم، بس عن جد كتير هيك. هلا اتركينا من الرصيد، انتي من شو خايفة؟ قليلي. من واحد غليظ، خفت يكون هو اللي محول لي الرصيد مع انه ما معه رقمي، بس قلت لحالي بيكون جايبه من شي حدا. عن جد نشغل بالي. الله لا يشغلك بال. يلا ديري بالك على حالك. باي. اليوم عند العصر كنت رايح لمطعم الكمال. وصلت على ساحة الشهيد يوسف العظمي المحافظة. رحت على اليسار، صرت بمحاذاة المدخل الرئيس لمبنى التأمين. بهي اللحظة بالذات انقسم الناس اللي كانوا على الرصيف بمنطقة الانفجار إلى قسمين، أحياء وأموات. خفت، ارتعبت، ما بعرف، بس بظن انه الجواب ايه. احتميت بالمدخل العريض لمبنى التأمين تماماً كما فعل عشرات المرات. الانفجار كان قوي رغم إنها مجرد قذيفة هاوي، بس من الواضح إنها من العيار الثقيل. مرت دقايق على الانفجار لحتى الناس استوعبت الصدمة، فابتدأ بعضهم بمغادرة مدخل المبنى. شفت من واجبي ممارسة مسؤولية ما، فصرخت بالجميع وطلبتهم بعدم مغادرة المدخل، أو على الأقل بعدم الذهاب في الاتجاه المودي لمطعم الكمال.
تقديري انه كان في قذيفة تانية على الطريق. بظن الموجودين سمعوا كلمتي والتزموا مكانه، بس بعد ما مر 10 دقايق والانفجار الثاني ما صار، بدأ العقد ينفرط شوي شوي. الناس ما عادوا صدقوني، أنا نفسي ما عادت صدقت نفسي. خرجت من مدخل البناء وألقيت نظرة باتجاه الشمال. كان في حريق ضخم بجوار المطعم. سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف كانت عم تزعق بالشوارع. وما إن انتهى رجال الإطفاء بالتعامل مع الحريق حتى وقع الانفجار. كمان كان قذيفة هواء. وكمان كانت قذيفة من العيار الثقيل. ومن جديد انقسم الناس بالمكان لأحياء وأموات. أنا ما بعرف مين اللي عم يزت هاي القذائف على دمشق، ولا بعرف أصلاً من وين عم تنزت، بس اللي بعرفه بشكل منيح إنه منطقة مطعم الكمال ما فيها أي هدف أمني أو عسكري. هذه الحرب عبثية، وهذا الموت عبثي. تركت مكاني ورحت بالاتجاه المعاكس، عبرت ساحة الشهيد يوسف العظمة ونزلت بشارع بورسعيد بدي روح على مقهى الهافانا. كانت الانفجارات بدمشق عم تتوالى. يبدو أنه القسم الأكبر بينا كان من نصيب حي الشعلان. مرة تانية، شو في بحي الشعلان غير الأسواق التجارية؟ ومرة تانية كمان، هذا الموضوع مثي. خرجت من مقهى الهافانا قريب المغرب ومريت على وحدة من الصيدليات منشان جيب أسبرين مخصص للسيولة الدموية. كانت الصيدلية فاضية، دار حديث بيني وبين الصيدلانية حول الانفجارات اليوم بدمشق. بعد شوي دخل شاب وطلب مقوي جنسي. هاي العقاقير متوافرة طبعا بكثرة. استغربت انه كيف شاب صغير بحاجة لمثل هاي الأدوية، وفكرت يمكن كان مريض بالسكر، او يمكن مانو مريض بنوم، بس عم يحتاج هاي العقاقير بهاي الظروف المأساوية. وبجميع الأحوال حسدته من جواتي لأنه ما زال راغب بممارسة الحياة. طلعت من الصيدلية، كان الظلام عم يهبط على المدينة. رديت رحت مرة تانية على ساحة الشهيد يوسف العظمة، وكان الناس بالطريق كتير قلال. فجأة لقيت مرة قاعدة بالطريق وصارت تسبني وتسب كل واحد عم يمرق. بظن إنها فاقدة عقلها. سبتني، بس أنا ما أخذت وعطيت، تركتها ومشيت. تجاوزت، طلع فجأة موكب عرائس، مجموعة من السيارات الحديثة بلشوا يزمروا، والنسوان تزغلت والرجال عم بيزقفوا. فجأة انقطعت الكهرباء. دمشق مدينة الفانتازيا الواقعية. ماشي. الله يلعني إذا ضل بهالبيت بقى. طيب خلص لفة بقى أنت التاني. أنا بورجيه. شو بدك تورجيه؟ شو بدك تورجيه؟ تعال حاسبني إذا شاف وشي بقى مرة تانية. لوين بدك تروح؟ أرض الله واسعة. خراس وبلا جنان. جنان ما؟ جنان ضليت هون تحت رحمته. سهيل، مهما صار هاد بيضل أبوك. أبي بيضل أبي. لك يا رجل، أنا بعمري ما حشوف أب بيعامل ابنه هالطريقة. إذا لهالدرجة شايف أبوك سيء، فصدقني الغريب رح يكون أسوأ منه. ماشي، وأنا إذا شفت واحد أسوأ منه رح أرجع لعنده وبوس إيديه كمان. ارتاح أنت. اسلموا إيديك يا أمي. سهيل وينه؟ ما بعرف. شلون ما بتعرفي يعني؟ يمكن طلع.
طلع وين هذا الولد؟ عروش بتعرف وين راح اخوك؟ مو على اساس بطلنا هدول التدليعات ابي؟ على عيني. حاضر يا سيد عروة. بتعرف يا سيد عروة وين انا اخوك؟ لا والله يا ابي ما حكى لي عن تحركاته. هذا اولا. ثانيا هذا اللي عم تسميه ولد بيكون اخي اللي اكبر مني بثلاث سنين. بعرف سيد عروة. بعرف انه اخوك واكبر منك بثلاث سنين. بس يا حوينتو عقله هالقد. وليش بقى عقله هالقد؟ ليش؟ شو عروة بيك؟ كأنه بدك تزعلني انت الثاني ما؟ والله يا ابي الواضح انك انت بدك تزعل الكل منك. سهيل بغرفته. طلع ناديله. طلع راضيه وناديله يلا. ابي سهيل بغرفته وما بده ياكل. عم اقول لك اطلع نزله وراضيه. مو انا اللي ضربته. اللي ضربه هو اللي بيراضيه. عروة طلع راضيه. دق الباب مرة تانية. ايه حاجتك نتورة كمان انت التاني. ليك عروة لا تخليني اقوم طحبشك. ها شو؟ شو تفضلت؟ مثل ما سمعت بقوم بطحبشك. طحبشك عروة بحرق له قلبه لابوك. طحبش له ابنه المدلل. عم تفهم؟ لا انت اكيد صاير لعقلك شي. جنيت انا؟ مجنون انا؟ لا اخي مانك مجنون بس بنفس الوقت مانك طبيعي. إذا أنت وأبوك تخانقت وأنا شو دخلني؟ شو دخلك؟ أنت السبب. أنا السبب؟ إيه أنت السبب. ليش بيحبك وبيكرهني؟ ها؟ ليش بيحبك وبيكرهني؟ هيك فوراً عملت قابيل وهابيل؟ لا لسه ما عملتها. أيوة؟ يعني عم بتفكر فيها؟ عم فكر بشغلي وحدي بس. أحرق له قلبه لأبوك. وينو أخوك؟ ما بده يتعشى. شو على كيفه ما بده يتعشى؟ شو هي اللي مو على كيفه لك يا أبي؟ واحد ما بده يتعشى شو بالغصب؟ إيه نعم سيدي بالغصب. لكان تفضل روح أنت اقنعه. أنا معي ما اقتنع. أنا ما ضربته. اللي ضربه يروح يصالح. إيه؟ ليش لا؟ تكرم يا سيد عروة. رح أقوم أنا صالحه. انت كيف تسترجي تحكي مع ابوك بهالطريقه؟ ليش لحتى ما استرجي يعني؟ لك ازار انا بدي الا مصلحتك. امشي انزل على العشاء. يلا يرضى عليك حبيبي. تاني مرة لا ترد جواب لأبوك. بخاف شي مرة هيك تطلع براسه ويضربك. لا تخافي امي لا تخافي. انا وياه اصحاب وماشي حالنا ومزبط كل امورنا. بس ما حدا يتدخل. يا الله. شو سيد عروة ان شاء الله رأيت؟ انا اسف. شفتوا هاي ليكو الاستاذ عروة عم يقول انا اسف. ولك شبكون انت وياه شبكون. ابي انا جد انا اسف. ولك شبكون على الطلعة والناس اللي عم ترفسوا النعمة شبكون. روق ابو عبدو روق. لك انا ابو عبدو الغول. أبو عبد الغول. أنا ما أجيت على الدنيا وبتمي معلقة الذهب. ولدت فقير ابن فقير. لو تعرفوا جدكن ليش كان يضربني ومشان شو كان يضربني؟ بتلوموني إنه عم أضربكن. ولك كان يضربني مشان فرنك. لأنه بالبيت كله ما كان في فرنك. أنا بيت ما كان في بيت من قصة. ولك أجيت أنا على الدنيا وكافحت وشقيت وتعبت لحتى بنات اللي بناته.
خلصنا ابو عبدو، والله الموشح صرنا حافظينه. بكل احوالك ابي، انا ما بطلب من رب العالمين الا انه يوفقكم وياخذ بيدكم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يلا بي يلا بسم الله. عروة، حكت معي وحدة رفيقتي شافت مقابلتك على التلفزيون وترجت لي انه امن لها نسخة من الرواية. قال ما عم تلاقيها بالمكتبة، وانا بصراحة وعدتها انه بكرة امن لها نسخة. ما رح تفشلني ما هيك؟ بس ندى حبيبتي انا مو بقيان عندي غير 4 نسخ. حباب انت. ولك يا ابي، اختك شايفة حالها فيك، ولك لا تفشلها. يعني انا وعدتها مع اهداء بخط ايدك. خلص تكرم عينك انسى ندى، ومع اهداء كمان. شكرا. لك ايه؟ تمك كله زيت. لك هسه ما اكلت. تفضلي. شو اسم رفيقتك؟ هشام. شو ندوش؟ شو القصة؟ ما أنا لهيك حبيت أحكي معك على انفراد. أها. طيب عادي عادي. هاتي لنشوف. قولي لي مين هشام؟ شب. والله؟ لا تمسخر. طيب حاضر. إذا هشام شاب مو بنت، حلو. بس يا ترى شو موقعه عندك من الإعراب؟ هلا أنت مؤمن بحق البنت باختيار شريك حياتها ولا لا؟ أيوه هيك بلشنا نفهم على بعض. جاوبني. إيه أختي، أنا مؤمن بحق الاختيار، غيره. أنا اخترته لهذا الشاب. عظيم، وين المشكلة؟ مشكلة أبوك. أبي؟ ليش؟ في شي غلط بالموضوع يعني؟ غلط شو انت الثاني؟ اذا شو القصة؟ يعني اذا كان ليش خايف ابوك يعترض عليه؟ لانه فقير مثلا. قديش يعني فقير؟ ما بيشتغل شي ابدا؟ لا امبلا بيشتغل، هو مهندس معلوماتية وبيساعد اهله وما عنده بيت وما عنده سيارة يعني وهيك قصص. الواضح من عيونك انك بتحبيه كثير، فلذلك أنا ما رح أسأل عن هذا الموضوع. بس هو شو؟ شو شو؟ بيحبك ندى؟ بيحبك ولا في شي تاني؟ شي تاني مثل شو؟ يعني يكون طمعان بمصاري أبوكي مثلا. حرام عليك، لا تظلمه. لك شو أظلمه؟ ليش أنا بعرفه للشاب لحتى أظلمه أو ما أظلمه؟ هشام مو هيك، هو كتير شاب عصامي. يعني مو طمعان بمصاري أبوكي. مستحيل يكون هذا الشي خاطر بباله. طيب خلص يبقى محلولة، دليه على بيت أهلك وخليه يجي يتقدم لك حسب الأصول. ويا ستي ما رح يعترض أبوكي إنه فقير، هاي بضمانتي. وإذا اعترض؟ عم قلك بضمانتي، أنا أكتر حدا بعرفه لأبوكي. وبعدين إذا اعترض على هالشاب لأنه فقير أنا رح وقف ضد أبي معك، منيح؟ هذا واحد. خلص خليه يجي ويتقدم لك وبعدين لكل حادث حديث. أي ومين بده يخبره لأبي؟ أنا بخبره لأبوكي، تكرم عينك. بس بدك تعرفيني على الشاب الأول. ماشي موافقة، شكراً كتير. يلا خلص، لك خلص روحي حاجة تعطليني عندي شغل، يلا. ماشي، والرواية؟ ما في رواية، قلتلك ما عندي غير 4 نسخ، بعدين شو بدي أكتب له؟ إلى صهري القادم؟ روحي، مثلاً. يلا حاجة تعطليني، يلا. باي، شكراً يا حلو. اشتقت لك.
أنا ماني حرامي، أنا ماني حرامي، أنت ما بتحبني، أنا ماني حرامي. أنا كنت متأكد أنك راح تصعد بالامتحان. ما بدك ياني، أنا كمان ما بدي إياك. خذ الخزنة باللي فيها ونقلع من بيتي. أنا ماني حرامي، أنا ماني حرامي، أنا ماني حرامي. شوفي العوض بسلامتك يا مابدو، العوض بسلامتك. ليش ليش لو كمل ليش ليش شباك. والله ما بعرف يا مالك شو بني، عيوني يا مش هوني. سلمت عيونك. سامحوا بابدو مشان الله، تسامحوا. والله أكل أصابيعه ندامة مشان الله، سامحوا. عيوني يا مابدو، عيوني عم يجعوني. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله. Thank you.
طيب ما قال لك ليش بده يشوفني؟ بلا، قال لي بده يتعرف على سهره، يعني بده يطمن على اخته الوحيده. ولا تقلي مو حقه. ما راح اقول شيء، راح سكر تمي. انت بس حددي لنا موعد وانا جاهز. وهو كمان قال لي حددي لي موعد وانا جاهز. عظيم، معناته حضرتك حددي لنا موعد ونحن اثنين جاهزين. حاضر، وباقرب وقت. ابوها من شيوخ تجار اللحوم والمواشي، انا بعرفه شخصيا، زلمه ماله بالسياسه بنوب. وانا بعرفه كمان لابوها، وعنده اخ طالع جديد على الكتابه والادب واسمه بلش نعرف. شو سيدي؟ الظاهر انه حبه هبل، بكل الاحوال خلوها تحت المراقبه هي كمان. مبروك ابو حميد. الله يبارك فيك. عبالك. تسلم. تفضل، بدي قعدك بقرية ظريفة. مرحبا. هنوة صديق وغالي، ما بدي وصيكي. لا توصي حريم. ديري بالك. يلا بإذن. هناء. عفوا. أنا اسمي هناء. إيه بعرف. ما التقينا قبل مرة بالكافتيريا. لساتك متذكر؟ فكرتك نسيت. لا ما نسي. في بقدونس بسناني؟ لا ما في. تعال نتعرف الأول. مرحبا، أنا اسمي هناء. طيب، وأنا عروة. أنت من طرف العريس أكيد صح؟ صح، بس ليش أكيد يعني؟ لأنه ليلى بتكون بنت عمي. أها. من زمان بتعرفوا لأحمد؟ لا، نحن رفقات من أيام الدراسة. لا، أنت دكتور ولا كاتب؟ حقيقة أنا حلوة حلوة هي حقيقة. وضحكتك حلوة كمان. عنجد؟ شكرا. بالحقيقة أنا ما بعمل شيء، يعني ما بشتغل. ليش ما كفيت دراسة؟ لا بلا، كفيت دراستي وتخرجت جامعة، تخرجت كلية حقوق، محامي يعني. ليش ما عم تاكل؟ اسكب لك تبولة؟ لا 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 شكرا، لا تعذبي حالك. سر هيك بهالسرعة؟ سيدوب نعرف بعض. لا، لأنه يعني هو بخصك أنت. أها. شو أها؟ يعني احكي ولا ما احكي؟ لا لا احكي، تفضلي عم اسمع. أنا قريت رواية غرباء كلية. وين السر يعني؟ من كتاب، أي كتاب يعني، بس ينطبع وينزل على السوق بصير أملاك عامة، بيبطل سر. ومع ذلك يا ستي مستعد اسمعك للصبح. احكي. ما في داعي تسمعني للصبح. هذا هو السر. أنا قريت الرواية بس. كاسة شوي. بس أنا ما بدي لحم. ليش؟ بنت عمي قالت لي اهتم فيه. بس أنا ما بحب، يعني ما بدي آكل. نباتي يعني؟ لا لا ماني نباتي، بس ما بدي لحم، أبي لحام. مالي من أكل اللحم. عفوا؟ أبي لحام. اي بس ولا شيء. احكي لك هالمرة انا سر. اكيد. بس ما
شو؟ رن بالأول بعدين طلع خارج الطرفية. معناته معناته شو ندوش؟ وين الشعب؟ كل واحد بقوته، رايح اعمل زهورات، احسب حسابك؟ لا دخيلك، ما بحب الاهي الادوية. ادوية؟ طب اعمل لك شيء ثاني؟ لا حبيبتي شكرا، بدي اطلع شوي على غرفتي ارتاح. ماشي. صوتك سهران حبيبي. شو عم تعمل؟ بتحسب؟ سهيل لازمك مصاري امي؟ لشو لازمتك مصاري؟ مشان تتركني وتروح معها؟ انا ما بدي اتركك لك، وانت بتعرفي هالشي. يعني بدك تترك البيت؟ بدي اتركه هو. لوين بدك تروح؟ أنا قلبي كان قايل لي إنك بدك تتركني وتروح. قلبي قايل لي كلكم بدكم تتركوني وتروحوا. أمي أنا أنت شو حبيبي؟ شو؟ بدي تحلف لي على المصحف انك ما رح تتركني وتروح. امي انا بدي شم هوا، بدي اتنفس، بدي حريتي، بدي اعيش يا امي، بدي اعيش. يعني رح تتركني؟